هل هناك من أذكار، من أوراد، من أفعال تنصحون المسلم أيضا بممارستها حتى تعينه على أداء صلاة الفجر جماعة؟ لا شك أن الذكر عند النوم وقراءة الورد أنه يطرد عنه الشيطان، وإذا انطرد الشيطان فإنه يقوم بصلاة الفجر. ومن ذلك قراءة آية الكرسي، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها عند نومه أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فيقرأ آية الكرسي عند النوم، ويقرأ المعوذتين، ويقرأ الأدعية الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهم شيء أن يقرأ آية الكرسي عند النوم، لأن النوم من الشيطان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي ويضرب على أحدنا إذا نام ثلاث عقد ويقول له ارقد عليك ليل طويل. فإذا استيقظ الإنسان للصلاة وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس فسلام. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ينام كل الليل قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فلا شك أن النوم عن صلاة الفجر أنه من الشيطان. فعلى الإنسان أن أيضا، وهذا من الاحتياطات التي يعملها الإنسان لاستيقاظ لصلاة الفجر، وهي أن يورد عند النوم بقراءة آية الكرسي والمعوذتين وما تيسر من الأدعية النبوية. جزاكم الله خيرا. أين يجد هذه الأذكار وهذه الأدعية؟ جزاكم الله خيرا. هذه موجودة في الكتب المؤلفة في الأذكار، خصوصا كتاب الأذكار للإمام النووي، وكذلك الواذل الطيب من الكلم الطيب لابن القيم، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك رسالة الأذكار التي كتبها شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فإنها أيضا جيدة في هذا الموضوع. بارك الله فيكم.